بعد عن الألمانية من وصلت الصربيعية. طبعا أنا أول ما وصلت الألمانية خذوني المدينة، يعني ما أعرف شنو هي بالريف صايرة هاي المدينة، مدينة ريفية. فهاي المدينة الريفية، دقيقة أكمل لكم بس خلنا نزل من القطار. إيه، فهاي المدينة الريفية هي عبارة عن مدينة ريفية وما بيها لا مساعدات ولا شيء. وأنا نزلت ويا تقريبا 60 واحد، فخلونا بمثل هايم. وهذا الهايم كان يعني مثل المخيم الكبير واحنا عايشين بيه، فمثل المخيم احنا عشنا بيه هذا المخيم. بعدين كانت اكو مساعدات يطونا، وهذه المساعدات يعني كلش بسيطة، مو مساعدة هواي او قطار عطلان، العفو الدرج الكهربائي عادي بالمانيا يمشي. المهم فمساعدات بسيطة يطونا، كانوا قبل يعني شربت على قهوة، على صمون، على دجاج، على لحم، على سمك، على تمن، يعني خبط. فظليت تقريبا شهرين والمدينة كانت تخبل، يعني مدينة ريفية تعرفون بعض كلش حلوة. اي فبهذه المدينة الريفية قاموا يعطونا اكل ويعطونا كذا، طبعا مسيجين علينا المكان مثل السجن، ما نقدر نطلع نطوب، نط فلوس الواحد يلا يجيب لنا بايسكل نفتر بيه، سيم كارت ما عندنا، ما اشترينا لحد الان يعني بهذا الشهرين اللي هو سيم كارت يعني اللي خابر بيه. هذا واحد اشر لي عودي، يعني عباله ما بدي اصور بيه قدام، ما يدري بدي اصور بيه ورا. اجى القطار خلص عاد بيه، واكمل لكم ان شاء الله. خليكم معنا. هاي المدينة ظلنا بها الريفية، يعني هي عبارة عن تقريبا خلينا نقول فد 100 كيلومتر مربع او هيك شيء، يعني مو مدينة كلش كبيرة. فمساعدات ما بيها، اقامة كانت ما جايتنا بعدها، يعني كنا منتظرين بس الاقامة تجي حتى يفرزونا يعني للمحافظات البقية، كانوا هم يخلونا هنا بهذه يعني الريفية المنطقة بعدين يفرزونا مثلا. فظلينا تقريبا شهرين بلا يعني اكل بسيط، شغلات بسيطه بس اوروبا، وكيفنا والمانيا تخبل وكذا. بعدين اجت الفروزات فرزونة. اني يعني اجى اسمي فارزيني على برلين، فالناس اللي وياي كانوا بالهايم هو هذا، قام يكيفون ويصيحون لك مصطفى جبتك برلين، برلين الله ربك برلين، حطوك ببرلين. ف ثاني يوم انطوني التيكت وكذا، قال لي حتى تروح انت لبرلين، انا وياي اثنين. هذا طبعا شهرين احنا بهاي المنطقه الريفيه. ف صعدنا بالقطار رحنا، انا بالقطار طبعا من صوت البرلين، العفو الالمانية، هاي المنطقه الريفيه عندي لحيه وعندي كذا، يعني مو طبيعي، لان صرفت لكم السراي بالطريق مات بقهر، دمر الدمر، فمو طبيعية يعني السالفة. فبعدها بالقطار ظليت زينت لحيتي، لبست ملابس حلوة تخبل، وجهزت روحي وهالعالم لان قلت لي برلين برلين وماكو غير برلين، يعني وفد شي حلو، ويا حلوة طبعا برلين تخبل. هذا كان شوفوا رايح لي مكتبة اقرأ. المهم فوصلنا برلين وانا مزين لحيتي وسوالف،
ولابس ملابس حلوة وخابص روحي. وصلنا برلين دنيا الليل، وصلنا دنيا الليل. فنمشي نمشي نمشي ندور على هذا المكان للطانياء، هذا للطانياء الهايم اللي كنت عايش بيه انا. فارد اشوف وين هذا المكان للطانياء، ماكو، ندور ماكو. بعدين لقينا مارا، قلت لها ما عندي فلوس، تقدرين تعطينا فلوس تساعديني مثلا حتى نوصل هذا المكان؟ العفو مو فلوس، تساعديني. شو هاي طبنا 10 يورو، كانوا هاي 3 4 ودلتنا وين بالضبط. قالت تعالوا وياي، انا امشي 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 واوصلكم اقول لكم وين بالضبط. فظلينا وياها ظلينا وياها، وصلتنا. هذا المكان كان اسمه لاجيزو. لاجيزو هذا بالمانيا اول شيء اسمه لاجيزو، تستلم من عنده تقوم فلوس اللي هو ياخذ من اليونيسيف. بعدين من تاخذ اقامه تتحول على شيء اسمه جوب سنتر. المهم فاخذتنا على هذا المكان اللاجيزو، وانا مكيف طبعا وين لاقيه. انا عبالي قالوا لي ذولاك بالهاين راح ياخذوك هذا الورقه كتبنا لك اياها، مثل الهوتيل الضخم فشي كلش حلو وراح تتونس هناك وكذا. اشو بس وصلنا صارت بتشلاليق، العالم كانت واقفه بالشارع، ملايين الناس، الدنيا الليل بالصناعة. وصلنا بالوحده مدري بالثنتين بالليل والناس نايمه بالشوارع ملايين ومدري شنو. يعني هو اللاجيزو شلون هذا هسه البناء اللي وراي هيك صاير بناء ضخم، يعني تقريبا اللاجيزو هو هذا اللاجيزو فتشي هذا. هذا انا اصرف لكم حلقه كامله عليه ان شاء الله. فظلينا بباب اللاجيزو، ظلينا ما اعرف ايش، اريد واحد يطلع يحكي يانا ماكو. بعدين يعني صارت يانا سوالف تموت باللاجيزو. انا بالحلقات الجايه ان شاء الله اصرف لكم صار يعني شلون اخذت الاقامه، شلون اخذت الاقامه البدائيه. احنا عندنا هنا بالمانيا اقامه بدائيه، تصير هيك ورقه صغيرونه، هذه هي يعني هي ورقه صغيره، هي هذه اوزفايز يسموها بالالماني، يعني هويه مال 3 اشهر. بعدين تجيك هي هاي مو 3 اشهر، بعدين من السنه هم تجيك نفسها صغيره، مو هويه مثل الهويه يعني مال لاجئين عاديين. بعدين اذا اخذت الاقامه تجيك هويه المانيه حقيقيه وجواز ازرق او اصفر او رصاصي. فبالحلقات الجايه اسولف لكم ان شاء الله الصراحه بقرة. وتحياتي لكم، كتبوا لي بالتعليقات شنو تردوا اصور لكم او عن شنو احكي لكم ان شاء الله. سلام.